تحدي كتير حلو. عنا مربع كتير كبير، مدري هو مربع مدري مستطيل، المهم شغل ايدي لهيك طلع مستطيل. اليوم التحدي هو انه عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اشخاص رح يكونوا بالتحدي، المفروض يكونوا جوا المستطيل، واخر واحد بيطلع من المستطيل شو بيربح؟ شو؟ ولا شيء. لا شو بيربح؟ 2,000,000 ليرة. تمام؟ جاهزين؟ جاهزين. حاضرين؟ حاضرين. اوكي ليتس جو بلش. اوكي هلا الكل رح يفوت جوا المستطيل، تفضلوا معي. ممنوع تطلعوا بقى، هون المشكلة يعني. بس يلي رح يصير انه في كتير تحديات ومقالب وقصص مجهزت لهم اياها، تمام؟ رح نشوف مين رح يصبر للاخير. هلا في دفش؟ شو دفش؟ بعض؟ لا ممنوع تدفشوا بعض لوقت ما انا اعطيكم الاذن. واذا واحد دفش التاني بيطلعوا له اثنين؟ اللي بيطلع برا الخط هيدا الاسود بيخسر. هلا هن مبسوطين مفكرين انه الوضع رح يبقى هيك وريلاكس. شو رايكم؟ شو بدكم فنجان قهوه كمان؟ ليكو ليكو تفرجوا انا على حركتي. 1 2 3 4 عادي اصلا نحن عملوا مثلي. يلا مين بيعمل مثلي؟ 1 2 3 طقة. لا ده كمان طقة. رح نبلش باول تحدي واللي هو انه ممنوع تقعدوا، لازم توقفوا كلكم. انا فزت. والاصعب من هيك انه راح توقفوا على رجل وحده. كانت تحدي 10 وحده على رجل وحده. هون عنا طفل مصاب اصلا برجل وحده، فالله يستر. انت مسموح توقف برجلتين. اوكي وشعور حراسي. يلا فايز. بس مو كل التحديات بدي اعمل لك واسطه. يلا انا خلصينا العيمات مثل الرصاص. هي كمان بسموني غشاش. وليه على اجر وحده؟ شكلهم شوي صعب قاعدين التحدي جد. اللي يلا 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 اول وحده خسرت جاي وقفت على رجلتين. هلا رح تعمل التحديات معي، تعطيني الافكار وبنعمل. اوكي يلا كيرلا. كيرلا وقفت على رجلتينها. والله زي ما انا انتبهت وقفت على رجلتين. لا والله لك يلا طبعا بس تعليم بس عادي يمسكوا. لا ما عاد تمسكوا بحدا، كل واحد يعتمد على حاله. لا لا فيكم تنزلوا الرجلتين. خلصت اول تحدي. التحدي الثاني هو كلكم راح تصوتوا لحدا بدكم اياه يطلع، تمام؟ واللي بياخذ اصوات اكثر ليطلع بده يطلع برا للاسف. طلعنا جوزها بما انه اوكي طلعنا. هو اكيد ما ما خصني انا ماني مع حدا اليوم. خبيتكم صدع الكل يصوت لؤي. مين بيقول خبيتكم؟ مين بده بابا يرفع ايده؟ خليكم تندموا، طولوا بالكم. باي باي حبيبي، باي باي. انا بدنا نطلع. انت اصل البلد. راحت عليك المليونين. ما بس راحت علي المليونين، ما هو رح يدفع المليونين. راحت علي اكيد المليونين يعني. راحت اكيد. بما انه هلا بقي معنا من 9 اشخاص 7 اشخاص بس، رح نكمل التحدي بس انه نصعبه شوي يعني، ما بس نتركه هيك. صح صح. اوكي هلا التحدي اللي بعده انه كلكم المفروض تقولوا واللي بينزل نفسه اول واحد بيطلع. يلي نفسه اطول الشيء هو رح يبقى. تمام. واللي اقصر شيء هو رح يطلع. واحد بس. ايه واحد بالاخير. يلا بس ما تغشوا، يلي بيوقف يطلع لحاله هيك مثل الكبار. انا رح اسمع. 3 2 1. خلص هلا يلي راح يصير انه نحن بلشنا التحدي بمثلث بمستطيل كثير كبير، فيلي راح نعمله انه راح نقسم المستطيل لنص. روحوا على ايه هيك احلى احلى. صغر المستطيل لدرجه انه صار مو بس النص، صار الربع تقريبا. دن دن دن. ارب 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 ارب
اوكي هلا يلي عملناه انه تركناهم بربع المستطيل لا بس لا تمام لا. شويه هدوء اذا بتريدوا هلا شوي ممنوع الحكي من عم باتن ويلي بيمل يطلع لبرا يا حرام طلعوا بيقدروا يسكتوا كتير ممنوع حدا يحكي ممنوع نهائيا شو قالوا عزكم قاعدين جوا يعني هي مليونة هي مليونة مين منكم رح يفوز شو اسمك انت؟ اسمك آه سميرة ما بتسمعي ولا كلمة ولا حرام مرحبا سمير أبدا قالين يلي بيحكي فيه له مليون يا هبل واحد المليون بالجيبة أحسن من المليونين على الشجرة اه صح صح ايه لا هم يطلع صوتهم غرغر يا الله غرغر ولا حدا جماد لازم نصعب التحديات اكثر بكثير يا جماعه لهيك لازم نطلع بالليفل لازم نطلع لفوق نطلع بالليفل لازم نحكي تليفون خلص فينكم تحكوا والله فينكم يا جماعه والله فينكم تحكوا شو احلف لكم فينكم خلص تمام في تحدي بهالمساحه الصغيره لازم تعملوا بدي غني وبدكم تدبكوا واللي بيطلع برا المستطيل ما لي علاقه حلو يلا بدي دبكة بدي تفتلو نحن ولد حارة صغيرة دف اللعب على غطة خلص ما العلاقة يا دبكة لك شوي من أول ثانية خسران يلي عظيم يلا هاي اللي طلع أوكي هلأ إليا بما أنه طلع رح يعطيني فكرة شو هالنمية؟ أنا يعمل 10 ضغط كل واحد فيكم رح يعمل 10 ضغط ايه؟ بدون ما يطلع لبر يلا 3 4 5 6 7 8 7 6 10 4 يلا 1 2 3 4 7 8 9 10 برافو اشري بس اللي مردود عملت فيه ضغط برافو يا انا 1 2 4 10 11 برافو يلا اللي بعده شكله بهيدا التحدي يعني اختي هي راح تطلع بخبركم دقيقة عندي تعديل على التحدي ما عجبني انا هذا التحدي ما عجبني لا كملوا نفس التحدي اللي اقترحه ايليا نفسه بس بدكم تعملوه عربي رومانية شو يعني عربي رومانية؟ يعني اللي عم بيعمل ضغط في واحد بده يكون رافعه من اجره وماسكه طبعا نستثني جابي كونه جابي مصاب ايه اوكي يلا يلا بنشوري يلا عربي رومانية جاهزين؟ ايه ارجعوا شوي لورا 10 يكون في محل لسه شوي كمان يلا برافو بما انه صار عنا بس اربع اشخاص فالمفروض نصغر شوي المربع شو رايكم يلا عليك عليك هذا الحكي الى الوراء يلا لا لا لورا 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 هيك عم تطلع برا ها لورا ما فينا يلا لورا 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 يلا ايوه إلا شو؟ شايفين هاي المساحة كلها أول شيء قسمناها لهيك؟ هلأ بقي مربع صغير باقيين فيهم أربعة هلا آلين سلمى وجاب الملك كل فايز جاهزين؟ جاهزين مين بدأ يربح؟ أنا أول أنا طيب ثاني أنا هلأ عندي تحدي بدي كل حدا يحمل الثاني يعني فعلا لا كل واحد يحمل الثاني يعني كل واحد يختار شخص يحمله أنا جابي أنا بيبو إيه مين فيكم بده يحمل الثاني؟ أنا بحمل بيبو والله قبلتوا عليه هذيك المرة خلص خلص ما تتقتلوا والله واحد فيكم يحمل الثاني خلصين أنا بحملين تمام طيب واو يلي رح نعمله هلا كتير شي صعب ثلاثة فيكم بده يطلعوا واحد منكم انتوا أربعة صح؟ واحد فيكم بده يطلع بالتصويت صوته جابي ولأن ما مشانشي بس وأنا أهل الشي لأن حبيبي اعطوه مغريات اذا بدكم ما خلص ايه اعطوه مغريات انتوا مثلا اعطوه رشوة بالتصويت كل واحد يصور يلا انا سلمى آلين بيبو سلمى مين بتصوتي؟ بيبو حرام يلا جابي أنا سلمى أختك سلمى اثنين سلمى اثنين بيبو أوكي هلأ عنا شخصين مفروض واحد فيهم يطلع لبرا هنن بيرلا وسلمى تمام هلأ أنتوا رح تصوتوا لشخص واحد تتفقوا اثنين عندكم بدكم تطلعوا شخص واحد يلا
العبوا حجرة ورق مقص يعني يربح لا هو اللي يختار رح يكهرون يكرهوني حجرة ورق مقص حجرة ورق مقص خليني بتختار يلا طيب انا برايي كمان شغله هم عيونك وهم بيتحركوا وانت بتمسكي وحده عشان المشاعر يا جماعه هي بتحب الاثنين فما بدها تزعل حدا وغيروا بدلوا غيروا صاروا انتم جاهزين جاهزين لا ما بيصير تحكي هبله يلا غيروا مره ثانيه غيروا يلا بدلوا سويتشينج يلا هلا بدك تقولي يا الاصبع تحطيها هون يا هون يعني يا هيك يا هيك يلا 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 سلمى سلمى بنقول باي باي لسلمى هلا صاروا بس ثلاث اشخاص معنا قديش الحراره يا جماعه برد كثير برد كثير ونحن ضروري نخلص اللعبه لانه انا بردت يلا لا 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 خلوكم خلوكم ما في شيء حمام صغير هو يلا كفي كفي يلا يسلموا على الماء يسلموا على الموت مايك على الموت انا تركي عيد التحدي لاخر الشيء لانه لازم صعب التحدي تعالوا ثانيه اذا ما بخليكم تطلعوا من محلكم رجب احنا قاعدين مروقين ومرتاحين هنن يا حرام متجمدين على كرمال هيك عن جد ما بعرف يعني والله اذا بيعطوني 2000 دولار ما راح اوقفك بالبرد ينكب علي مي اختي اجاها تبرع جاكيت طب ما فيني اتبرع من ماما ومن اي حدا نو حبيبي الا اذا حدا لحاله اجى تبرع اخواتي حبيباتي انا ما بدي اتبرع لكم شيء ورد ما تعرفي انت البسي شيء اسميك بعدين تبرع يلي صار هلا كل واحد جايب لي قنينة لكل واحد قنينة كان والبرد والله العظيم شيء بتلج الواحد مرة اول قنينة معنا ثاني قنينة معنا ثالث قنينة معنا كل واحد فيكم رح يتعبى بقنينة مي كاملة ففينكم تنسحبوا قبل ما كب قنينة المي تبي علي لو كبيت علي خمس قنانة ولا حطها بدي بس شامبو خمسة زوم نعمل زوم ما ضل شيء انه هي المي الله اعلم من وين متعباية يعني يمكن تكون مية شرب يمكن تكون مية شيء ثاني ممكن تكون مية شيء ثالث الله اعلم فكله عليكم يعني الريحه انتم مسؤولين عنها فحدا رح ينسحب لا على اونا على دوة على دوة على ترين ستوب لو ستوب لو والله العظيم برد حرام اوه ماي جاد لا ما طلعت ما طلعت ما طلعت لا ما طلعت طيب باقي معنا اثنين لازم ننهي كثير بسرعه لانه فنين كثير برد اذا واحد فيهم مرض اكلنا هواء فرح نعمل اخر شغله حجره ورقه مقص رح تنهي اللعبه لليوم طب ما فينا نعمل شغله بينه انا ويا اخواته حكينا بطبط اصلا اذا بتقتنعوا انا ما عندي مشكله اذا واحد فيكم بيطلع انا مليون مليون طيب بطلع انا وانت بتاخذ مليون ما بدك تعطيني ماشي روحي كلمة للفائز في كلمة للفائز تفضل بس يعني مفكرين بس برضه لا رح تاخذ شيء ما رح تاخذ ولا شيء لك رح تاخذي ضحك عليكي يا البنت والله العظيم ضحك جابي بوسي 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 برافو بالجاب يلا اوكي يا جماعة التحدي لليوم كان كثير حلو واصغر واحد بالفرق كلها يعني اصغر واحد فيهم ربح فعليا وضحك على اخته يا حرام فهلا رح لكم انه فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم وي لاف يو كثير تابعونا على حساباتنا على انستغرام كمان على سناب شات ورح نقول مبروك 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 باي 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 من عمر سنيني بعطيكي جمالك انا ادمنت